من جمع التحف كهواية إلى تحويل منزله إلى متحف، مسيرة عراقي من البصرة جنوبي العراق على مدى 3 عقود ليعيد الزوار بالزمن إلى الوراء. بالنسبة للمتحف قمت يعني من عدة سنين قليلة يعني، فجمع الانتيكات صار أكثر من 30 سنة أو أكثر قمت أجمع به كهواية. أول بداية بديت كهواية أجمع الأسلحة، السباح، الشغلات يعني الموجودة توارثة أجدادنا وأبائنا داخل بيوت البصرية. جمع صادق الحسون في البداية البنادق والمواد القديمة التي توارثتها الأجيال في منازل البصرة، واليوم تضم مجموعته تحفا متنوعة من دفة قيادة سفينة بريطانية إلى مكونات هواتف قديمة. ومع تزايد أعداد مقتنياته وتحفه، لم يكن أمام الحسون خيار سوى شراء منزل أثري عتيق في البلدة القديمة في البصرة لحفظ وعرض التحف والمقتنيات الثمينة. مقتنيات موجودة عمرها بين أقل شيء 100 سنة فما فوق، يعني مثل على سبيل المثال السرة، المقتنيات، الصحون، السجاد، كثير من السيوف، المسدسات، يعني تشوف كثير المقتنيات قديمة تحسها أنت عايش بين عمر أجدادك. يتميز المتحف بأبواب أثرية تعود لمنازل ومباني تاريخية في البصرة، ويضم أيضا عرضا للكتب والمخطوطات العربية القديمة وأواني القهوة العربية التقليدية، بالإضافة إلى منحوتات ولوحات فنية. والأهم أن دخول هذا المتحف مسموح به دون أي رسوم.